كيف مثل هذا الالتزام سوف يتحول إلى إجراءات؟ وكيف ستقومين باستخدام السحابة وذلك وأيضا أن يكون هناك مزيد من التغيير في أوروبا وإيطاليا؟ على سبيل المثال، سيكون هناك أن تكون هذه السياسات للدعم؟ لست متأكدا أنني فهمت كل السؤال. ولكن لا توجد خطوة للوراء. فيما يتعلق بالوثيقة الأخيرة إذا نتابع معكم مشاهدينا هذا المؤتمر الصحفي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في ختام قمة مجموعة السبع. طبعا هذه القمة والتي تعهد من خلالها قادة مجموعة السبع يوم أمس تحديدا يوم الجمعة بتوفير الدعم لأوكرانيا طالما لزم الأمر، طبعا هذا حسب ما جاء في مشروع البيان الختامي للقمة والتي اتفق القادة من خلاله على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار. طبعا هذا مثير للاهتمام أخذا بالاعتبار بأنه اليوم أيضا تبدأ أعمال قمة السلام المؤتمر الدولي للسلام في أوكرانيا والذي يبدأ أعمالها اليوم في سويسرا. إذا ما زلنا نتابع الآن هذا المؤتمر الصحفي لرئيسة الوزراء الإيطالية فلنستمع. فيما يتعلق بختام، كان هناك إشارة إلى، هل تعتقدين أن هذه ستكون طريقة لتراجع التصعيد في أوكرانيا؟ لقد أكدت على دور جو بايدن الذي يدعم كييف، ولكن أيضا كان هناك أدوار لكندا. وفيما يتعلق بدونالد ترامب وبايدن، هل ترين أن دور الولايات المتحدة قد تتغير في هذا المجال؟ لست قلقة فيما يتعلق بالانتخابات التالية في الولايات المتحدة. من الواضح أنني لا أتحدث عن الانتخابات في دول أخرى، لا أقوم بذلك، وهذا أمر لا أحب أن يقوم به الآخرون. وحسب طلب الفرنسيين فهو طلب وثيقة الصلة، ولا أعرف فيما يتعلق أنه من إذا كان هناك من الممكن أن نصل إلى ذلك. ولكن هناك عنصر آخر في مناقشة معقدة كما تعلمون، هذا أيضا هذه الإشارة التي ذكرتها فيما يتعلق بقرار الأمم المتحدة، وعلينا أن ننتظر لنرى. ولكن يسعدني جدا أننا قمنا بدورنا وننوي الاستمرار ونعمل نحو أن نشمل هذا العنصر وهو تراجع التصعيد. وأتمنى حظا وافرا لكل الرياضيين الذين سوف يتنافسون في أولمبياد القادمة. أود أن أسأل فيما يتعلق بالخطة بين الحكومة
الصينية وأيضا فيما يتعلق بالتعاون العسكري بين اليابان فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وذلك لتطوير الطائرات الحربية والحاملات فترة الصيف. في نفس الوقت أعتقد أن الصين ليس اليابان ولكن الصين هي شريك مهم لإيطاليا. إذن في هذا الاتجاه كيف تنوين أن يكون هناك اهتمام بمنطقة الباسيفيكي، وأيضا ما هي الخطة في التعامل مع اليابان؟ شكرا جزيلا وشكرا على سؤالك. فيما يتعلق بالتعاون مع اليابان، يمكن أن يكون هناك كثير من التطورات التي حدثت خلال السنوات القليلة القادمة. أولاً، لدينا شراكة استراتيجية، وفي الوقت الحالي وقعنا خطة عمل، والتي يمكن أن نقول أننا ننوي أن نستمر فيها وأن نتقدم فيها خطوة بخطوة.